وللحديث أكثر عن تطورات المشهد في فلسطين ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني أحمد دلول. أهلا بك معنا سيد أيمن. أهلا بكم جميعا. أهلا بك سيد أيمن، يعني بداية من جديد، شهيدان وعدد من الجرحى بقصف صهيوني على شقة سكنية في غزة كما تعلم، يعني ما الذي يمكن فهمه من استمرار الاحتلال في تكتيك استهداف المنازل والأبراج السكنية؟ يعني باختصار، الاحتلال الصهيوني يتخبط، الاحتلال الصهيوني لا يجد أهداف، يحاول أن يوهم نفسه بأن هناك أهداف فيستهدف كل ما هو مدني، لا يتمكن أن يقاوم وعفوا يواجه ببطولة كمواجهة الرجال في الميدان، لأجل ذلك يلجأ إلى استهداف المدنيين واستهداف ممتلكاتهم، قصف البيوت فوق رؤوسهم، تدمير مصانعهم، متاجرهم، سياراتهم، كل شيء، لأنه أفلس ومفلس وليس صاحب حق، يريد أن يزيل صاحب الحق عن هذه الأرض الفلسطينية لأنه متمسك بأرضه بعد هذه العقود من الزمن ويرفض أن يخرج منها إلى أي مكان آخر مهما كان الثمن. هذا هو الواضح، وهذا هو الذي نتيقن منه هذه الأيام من خلال استمرار العدوان والإرهاب الصهيوني بهذا الشكل على مواطني قطاع غزة الذين لا يجدون الأدوية للعلاج قبل هذا العدوان نتيجة الحصار، لا يجدون الأدوية للعلاج، لا يعيشون حياة كريمة كما ينبغي كأي شعب من شعوب العالم، ليس لهم مطار، لا يمتلكون ميناء، ليس لهم حدود مفتوحة إلى العالم، لا يتحركون، لا يعيشون عيشة طبيعية. على مدار الساعة طائرات العدو حتى في وقت الهدوء طائراتها لا تغادر الأجواء، طنين في الأذان، تصم الأذان، وهكذا. هذا هو الواقع. نعم. رغم ذلك هذا الفلسطيني يأبى إلا أن يبقى على أرضه متمسكا بترابه، وهو ما أزعج الاحتلال الصهيوني، يريد أن يستهدف المدنيين بهذا الشكل ليضغطوا على المقاومة الفلسطينية أن ترفع راية بيضاء وتستسلم كما استسلم الباقي. نعم، ولكن سيد أيمن، يعني رئيس وزراء كيان الاحتلال طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن مهلة يومين أو 3 أيام لإنهاء عمليته في غزة. ما الذي يحاول أن يفعله بنيامين نتنياهو في هذه المهلة في الوقت لربما يكون بدل الضائع؟ نتنياهو لم يفعل شيء، نتنياهو خاسر، نتنياهو يدرك أنه إن توقفت هذه من العدوان فهو إلى المحكمة وإلى السجن. نتنياهو لم يقنع مواطنيه بجدوى ما يفعل. الآن حرب داخلية داخل الكيان الصهيوني، يرفضون هذا الحرب، يهاجمون نتنياهو لأنه لم يجلب لهم الأمن، لأنه فتح عليهم أبواب جهنم بمهاجمة غزة بهذا الشكل. هم يدركون بأنهم أهل الباطل وأن كيانهم اقترب كثيرا من خلال هذه الجولة من التصعيد، اقترب كثيرا من النهاية، وأن أهل الحق الحقيقيين أهل فلسطين اقتربوا أكثر من تحرير ترابهم بكامله، هذا التراب الطاهر الذي يعني كان مغتصبا من قبل الاحتلال 7 عقود. نتنياهو يدرك بأنه الذي لم يحققه في 9 أيام هل سيحققه في 2 يومين؟ هذا على الإطلاق لم يكون. من شاهد خلال المؤتمر الصحفي قبل 2 ساعة يدرك بأن نتنياهو مأزوم ومهزوم، ليس من الآن وإنما من اللحظة الأولى التي بدأ فيها العدوان واستهدف فيها الأطفال واستهدف فيها النساء، استهدف فيها المصانع واستهدف فيها المنشآت الفلسطينية، ولم يجد أمامه من الأهداف التي يقول أنها تهدد وجوده شيئا ليقوم باستهدافه. تعامل ماذا تفعل له الشوارع؟ أمر مستغرب، يستهدف شوارع وطرقات تحيط بالمستشفيات، يستهدفها بالF-16 والF-35، ماذا فعلت هذه الشوارع؟ هل بهذا يحقق إنجاز؟ طيب إنجاز سيد على أيمن. من يحقق الإنجاز؟ سيد لو أيمن كان يمتلك الجرأة نتنياهو لنزل مهاجما من يقومون بمواجهته، لنزل بريا، لكنه يدرك أنه لو نزل بريا كذلك فإنهم سيذهبون إليه أبناء الشعب الفلسطيني قبل المقاومين، سيذهبون إليه ويحققون انتصارا قويا على جيشه المهزوم والمأزوم. نعم، برأيك سيد أيمن، هل نجحت المقاومة الفلسطينية في فرض موازنة الردع أو يعني معادلة الردع على الكيان الصهيوني، وأصبح الآن لربما يحسب 1000 حساب
قبل أن يتجرأ على قصف غزة؟ أخي الكريم، نقولها ونحن مطمئنون بوعد الله سبحانه وتعالى. نحن الآن بالمناسبة تقصف البيوت على رؤوسنا، وربما شاهدتم ذلك عبر شاشات التلفزة. حجم القصف الذي يوجه إلى غزة غير طبيعي بالمطلق. والله ثم والله ثم والله لو وجه لعدد من العواصم العربية لسقطت في نصف ساعة. لكن رغم ذلك نقول، رغم هذا القصف ورغم هذا الدمار ورغم هذه الأمور، أكثر مواجهة نستشعر بأننا تمكننا من رقاب عدونا هذه المواجهة. هذه المواجهة التي يخوضها الشعب الفلسطيني، الأبرياء والمقاومين، القادة والأفراد، كلهم في خندق واحد يواجهون هذا المحتل. أكثر مرة نشعر بأننا تمكننا بفضل الله تبارك وتعالى وبإرادتنا وبالصواريخ التي يعني صنعها أبناء هذا الشعب على حساب قوت أبنائهم على مدار 15 عاما، أكثر مرة نؤلم في عدونا، نحقق الردع لهذا المحتل الغاصب، ونؤكد المعادلة الحقيقية. هذه بلادنا فلسطين، ومن جاءها دخيلا فعليه أن يخرج منها لا محالة، بالصاروخ، بالبندقية، بالفأس، بكل شيء، بالإرادة، برواية الإعلام، بالصورة، بالقلم، بكل شيء. نحن انتصرنا حتى الآن في هذه المواجهة مع الاحتلال الصهيوني، وربما تشاهدون يجمعون السفراء ويجمعون القنصليات ويأتون بالصحفيين من كل جانب لعلهم يحاول التأثير وإدارة معركة الإعلام ومعركة الوعي في الشعوب التي هي على مستوى العالم أدركت الحقيقة وتخرج تصفق لأهل فلسطين، لأنها وجدت بأننا في نهاية المطاف بالإمكان أن نحرر وطننا وبلادنا المغتصبة من هذا المحتل الغاشم. نعم، سريعا سيد أيمن، يعني ما هي الثمار التي تتوقع أن تنجح المقاومة الفلسطينية في جنيها بعد هذا الصمود؟ قريب من اليوم الأول هناك مفاوضات تجري ويتواصلون مع غزة، هم أدركوا بأنهم انهزموا في اليوم الأول، من اليوم الأول يتواصلون. ما تريدون؟ إذا أردتم بناء غزة بنيناها أفضل مما كانت، إذا أردتم كذا فعلنا كذا، إذا أردتم. لكن غزة رسالتها هذه المرة مختلفة تماما. غزة التي حوصرت 15 عاما تقول لهم من اليوم الأول وحتى الآن، معركتنا ليست لغزة، ومعركتنا ليست لطعام وليست لشراب، معركتنا لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين للقدس الشريف. شكرا. هذا هو الذي أغاض المحتلين. المحتلين كانوا يتوقعون أن غزة تموت بحصارها، تموت بخنقها، لكن غزة خرجت لهم لتقول لهم إن لنا دورا عظيما تجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك. لا يمكن أن نقبل أن تضرب النساء في باحات المسجد الأقصى المبارك. لا يمكن أن نقبل أن يدنس أولى القبلتين وإن تخلى القريب والبعيد عن دورهم من العرب والمسلمين. لا يمكن أن تتخلى غزة عن هذا الدور، وهي تدفع من دمائها وبيوتها ورجالها وشيوخها في هذه الأوقات. هذه هي الرسالة التي تريدها غزة. أما لو أرادت البناء والتعمير والتعوير لما تضررت له لتوقف هذا العدوان في اليوم الأول. شكرا جزيلا لك. كنت على أنه لن يقول بإذن الله تبارك وتعالى، وسنصلي وإياكم جميعا في باحات المسجد الأقصى المبارك عما قريب بإذن الله. إذن كنت معنا من غزة صحفي الفلسطيني أيمن دلول، شكرا جزيلا لك.